هاد البنت جالسه معايا وخرجت مشيت عند طبيب ديال السنان وملي جيت لقيتها داتها وخرجت وهزة فلوس وهزة شي ذهب لا كنت عارفين فين ساكنه كنعرفوها من العائله البارح مع الربعة العشية خرجت انا مع الربعة وربع يعني انا كي خرجت غتكون خرجت من ورايا خرجت ولا حد سوارت من الباب وزادت مشات هزت براتها عندها السكر هزت براتها ومشات الى ام بنتي لجتيني رجعي رجعي بنيتي راه غادي نتسطع لك بنيتي رجعي بنيتي راه كلشي كيتسنى فيك انا رجعي رجعي ليا الى ام بنتي عافاك بنيتي اللي كتشوفي فيا رجعي وهيب الله يعطيك الزر ما تنسيش داكشي اللي درت فيك والخير اللي درت فيك ردي ليا بنتي عافاك الله يعطيك الزر وهيب شوفي شحال جريت معاك بنتي في السبيطارات وما درت معاك حتى شي حاجه غيبه رجعي عندي وهيب ردي ليا بنتي ردي ليا بنتي ما تخافي من حتى حاجه ما بغيت منك والو بغيت غير بنتي اختي بغيتها بنتي يا وهيبة جيبي لي غير بنتي وما تغفي من حتى حاجة جيبي لي غير بنتي يا وهيبة ردي لي غير بنتي ما تخافي من حتى حاجة وما غيضرك حتى واحد عافاك إلهام بنتي إلا شتيني رجعي إلا شتيني بنيتي رجعي الله يعطيك الصبر طلعة في 12 عام أنتي يا إلهام هيا إلهام هيا هذه هي بنتي اللي شافها عيط ليا اللي شافها عيط ليا عندها بنية وعدها اللي شافها عيط ليا فيها بنتي فيها أختي راه جميلة هي غتسطع لك يا إلهام الله يعطيك الزر يا إلهام رجعي بنيتي وهي بردي ليا بنتي وما تخافي من حتى حاجة تخافي من حتى حاجه وهيبه والله ما تخافي والله ما يضرك شي حد